بكل مكونات المجتمع الجزائري والوطن ملكنا جميعا أستاذ. حتى القوانين لم تفرض ضرائب على المواطنين وما كانش ولا زيادات وما كانش ولا انتهاك للمواطن في قدرته الشرائية، ورمضان راه جاي، وزيرة الفلاحة يقول كل شيء راح يكون متوفر بأسعار مناسبة، مثل رمضان تاع العام اللي فات كان هادئ وكل شيء تمام. يعني لماذا تسبيق الأمور والسوء دائما بدلا من التعامل مع المنطق والواقع كما هو؟ المنطق اللي يطلب تضامن جماعي وشعبي وحكومي لتفادي انزلاقات خطيرة قد تستعمل مبررات شرعية بسرعة. وما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. احنا يا رانا ديجا رانا في القدرة الشرائية تاعنا في تدني المعاناة راهي كبيرة. بلا ما يجي رمضان ألفنا من المسؤولين في كل مناسبة تاع رمضان يقول لك الأسعار ما ترتفعش، ألفنا من المسؤولين يقول لك الفاتورة ما ترتفعش، لكن في كل مرة غير بعدها بعد تصريح ترتفع الفاتورات سواء تاع الكهرباء ولا تاع المواطن راهو يعاني اليوم. انا نقول ضيفك الكريم نقول له باللي شوف النقابات هي صمام الامان لتأطير المطالب العمالية، وتظن بهذه الطريقه اللي راهي البلد تمشي فيه تظن باللي راك في من عما يحدث في سوريا وعما يحدث في ليبيا عرف باللي راك غلط. لما لان نقول لك علاش لان احنا لما تكون هذه النقابات احنا بنظامنا يعني واحتجاجنا بنظامنا واحتجاجنا وتأطير المطالب العمالية. احنا رانا صمام امان ونحقق الاستقرار الاجتماعي لاننا هدفنا هو تبقى البلد هذا مستقر. لكن بالطريقة هذه اولادنا معرضون في ظل الأعلام وفي ظل الافات الاجتماعية التي تترصد بابنائنا الذين هم اغلى ما تملكه الامة الجزائرية. شوف قلت ندخر اين الامان؟ خليني نهضر. أين الأمان؟ ما خليتنيش نهضر. مليات النظام. طيب. سي وليد حتى ننهي. مليات النظام. كلام معقول. مليات النظام. أولادنا في الشارع يتراموا. طيب. ينهي حتى ننهي. والله الوقت. الوقت احنا. التزامات أخلاقية. يا سي وليد. مسؤولية من؟ أين ميثاق أخلاقية؟ روح شوف المستشفيات. أين ميثاق؟ روح شوف المستشفيات. أين موقفكم؟ والصحة العمومية. المستشفيات مريضة. المدرسة مريضة. وعدم شرعية إضرابات. ماشي تاعنا هذه ماشي تاعنا. راك غلط. معلوماتك غلطة. القانون الذي ينص على لا طيب. شوف شوف انا بالنسبه لي شوف نقول له حاجه باش نكملوها بهدوء جماعه ما تدنوش بالخطاب هذا بالخطاب هذا استقرار الجزائر التركه هذه تاع الفنان الشباب تاعها لا تتطاول على جبهه التحرير الوطني التي صنعت من الجزائر اسطوره اسطوره عجزت كل القوى الصهيونيه عن اركاعها. الجزائر ستظل واقفه باسرتها الثوريه لا ابدا. انتم لما تتغاضون وتتركون مسؤولياتكم التاريخيه والانسانيه نحن لا شيء. نحن مواطنون جزائريون نريد استمراريه الامه الجزائريه العظيمه. هذه هي الحقيقة. أستاذي في السابق كان يأتينا بالحلوى، أما الآن أنتم ترموننا إليه. تعاطي المخدرات للأسف الاجتماعية. لا أبدا لست غلط. أنا ابن المجتمع الجزائري ابن الطبقة الهشة وأرى ما طيب. يتعرض له. طيب جماعة عليكم بالالتزام بواجباتكم طيب. جماعة سي وليد دقيقة شرعية بنظر القانون والدستور الجزائري. شوف يا جماعة والله غير أنكم تأتون إليه.